الأهلي يسجل أول هدف أمام الداخلية اليوم خلال الشوط الأول بمؤجلات الأهلي بالدوري، حيث نجح محمد مدي أفشة في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز على استاد السلام. ونجح أفشة في تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19 من انطلاق المباراة. وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الممتاز على استاد السلام. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى مصطفى شوبير، بخط الدفاع محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، أما بخط الوسط محمد مندي أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق، وبخط الهجوم حسين الشحات، محمود كهربا ورضا سليم.